ضحايا الثورة الشعبية الليبية يوارون الثرى فيما يصر النظام على قمع المتظاهرين وإجهاض الثورة. أعداد الضحايا تواصل الارتفاع بعد أن تحدثت المنظمة الحقوقية عن مقتل بين 300 و400 شخص منذ بداية الثورة. ميدانيا الرقم أكبر بكثير من ذلك الذي تناولته وسائل الإعلام والمنظمات. التهديد الذي أطلقه القذافي لم يخف المتظاهرين الذين قاموا بتحديات جديدة في شوارع عدة مدن، حيث أحرقوا صور الرئيس الليبي ومزقوا الكتاب الأخضر الذي يعتبر رمزا من رموز النظام القذافي. الاحتجاجات التي انطلقت في شرق البلاد وخصوصا في مدينة بنغازي اتسع نطاقها بسرعة إلى عدة مدن أخرى، حيث وصلت الأحد الماضي إلى العاصمة طرابلس التي شهدت أعمال قمع كبيرة على خلفية قيام قوات الأمن والميليشيا الموالية للسلطات باقتحام المنازل وبأعمال نهب. يحرقونا